الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. إلهي سبحانه وتعالى توفيق ذهين وافتيو موضوع انت انجلين وحن ربا صورنا نكبح يوم يشاء أي أقحين بلشدة الصومالية ذا بلشدة مسلم كاه. إلهي آدم هو كالقيبيه هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هدي إلهي إيمانك يكفر الله سبحانه وتعالى وكالقيبيه ذاتك وآدم هو أنا يكس النين تربية ذا يقاب نولوليتك يكو حرنانتا إلهي سبحانه وتعالى لغو حرنانينا ولغوك لدوانانيه دادك أيوت تغيين وحيكا عرانيان سيدا شيخو إن بدن ونوسو تقاحي إلهياد وحل إلهدو يدين إيا ربي إن لغو حرنانتا تربية مركا لغاهد لينا وحل لغاهد لا مفهوم كيدا تربية دو محيطاه فهنهان ما غيو غيب سنتا وسائل كيل لو مرا تربية ذا منهج كتربية ذا أودج سنة محيط هاي ودول هي مؤسسات أيدجيين برشدي إني قحظ يمرك وحي لح قالين ضد نظام كأيدجستين إلهي كل ضج على ميه ضد مؤسسات كود وأيو أديجيان حرية وحي كل شيئين أو إلهيات يديمها إن لقى حرور حرية دون كي بمرك وحول لقلية وحكسته أو إلهي سبحانه وتعالى عرق لنية إنا السمعيان سمعين كليا ما هي ولبا قانون كي دفاع الهان أيو السمعيان وحرم مرك والدين تا صور كهذا نصور أي ماشا يكونوا ليهين إلهي سبحانه وتعالى أولادا أوصيي أون سيي واهبة إلهي أبحيي الله عليه سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناسا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناسا ويجعل من يشاء عقيمة إلهي عضو ضونو دمر يددك بأهبية قبل أوصيي وديق إلهي سبحانه وتعالى بدون مقابل وحوك قبل شيئا نجر كو دوننا ويلة البوسية كو دوننا ويلة إيا قبلو إسو درع كو دوننا إلهي وابك قد إياه ومدليس بو كردقا هبدا سمرك وحي أباهانتاي إلالين بي أباهانتاي إلا إلالي نبيين نووف حديث آيات وفصره وحيولي أولادكم هبة الله أولادي نواهبدي إلهي سبحانه وتعالى ويدينه بيي كذبنا آيضا وأخري يهب لمن يشاء إناسا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناسا ويجعل من يشاء عقيما وكاس النبي حولهم وأموالهم يعني أولاد داس يحوله دبر لكم إذنك ويدين سبنات إذا احتجتم إليها هداد باهتان دي والدك ضرور أيو قبط حوله المهيس يعني حقب كقاض كراه جماهير فقهاء السدى من أنتوا ضبطنا التلمامين حديث كنا كم وقت نعمة اسمرك إلى لين تيدا هي بدأ اسمرك القرآن كوه حكوت المام يا نعمة والله خلق لكم من أزواجكم إلهي سبحانه وتعالى وحوئذين أبو رحاصص وجعل من أسواجكم بنين وحفدة عرور أي دلين يا عرور أي سي دلين على قدم بيسي ورزقكم من الطيبات ورزق يدف حضيمك النعمتها وهبتها ودفتها قابك أي أنه لانا يان إنك حرية لينومسين إننا نحن سيدو دونه فكره
halka reer galbeed maraye ah ilmuhu waxa uu doorto ha iska noqdo adiguna xoogaa shili ma ah iyo nolol adduunyada dhaldhalaalkeeda aad raadiso dowrkaa laguma siinin bal ilaahay awlaadeenna waa inagala dardaaran ilaahay wuxuu yidhi yuusiikum allaahu fii awlaadikum ilaahay subxaanahu watacaalaa adduunyadoodii iyo aakhiradoodiiba ilmaheenna waa inagala dardaarmay iyadoo qalbiga waalidka ay ku jirto naxariistii waalidnimada mar kale qur-aanku wuxuu noo tilmaamayaa cuquubada ka dhalanaysa haddaan ilmaheenna iyo ehelkeenna sharciga iyo risaalada ilaahay subxaanahu watacaalaa iyo fariinta aynan ku ilaalino xaqa aynan ku dhiqin dhibta ka imanaysa yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waalidka marka qodobka koowaad ee loogu baahay waxa weeye ilmihiisii wuxuu geeyey meel badweyne bad mawjado iyo hirar ay inay qaadaan ay halis u yihiin ayuu geeyey waa inuu dareemaa marka horta mas-uuliyaddaas ilmihiisa mas-uuliyadda ka saaran shayga ugu weyne inay tahay ilmaha inuu koriyo risq iyo dheef uu siiyo waxaa ka muhiimsan ilmaha diintiisa iyo caqiidadiisa inuu ilaaliyo walidaalika baa nebigeenu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu leeyahay alrajulu raacin fii ahlih wamas-uulun can raciyatih ninku waa raaci wuxuu raaci ka yahay ehelkiisa waxaad arkaysaa nin dowlad u sharaxan oo raba qabaa-ilka soomaalida arag xildhibaan buu rabaa wasiir buu rabaa waxaa laga yaabaa ilmihiisii intuu qurbaha uu kaga yimi haweenay ay la rafanayso meel allaale meel ilmihiisii aanu ku ogeyn mas-uuliyad ummadeed kaasoo kale marka ma loo dhiibi karaa nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh walmar'atu raaciyatun fii beyti sawjiha haweenayduna waa raaciyad oo guriga ninkeeda iyo ilmaheeda iyo ubadkeeday ka mas-uul tahay waxaa lagu daray waa mas-uulatun can raciyatiha iyadana waxaa la weydiinayaa wixii la raaciyey baa la weydiinaya mas-uuliyaddaasi haddii uu dareemo waalidku uu dareemo waxaa lagama maarmaana inuu u raadiyo ilmahan meeshii diintiisu ay ku badbaadi lahayd qaab nololeedkan meeshan uu ku nool yahay waa meesha ilaahay lagula dagaalamayo ee xorriyadda la aaminsan yahay waa meeshaa loo sameeyey qaanuunkii lagu difaaci lahaa bal haddii uu ka hor yimaado sidaa sheekhu inoo sheegay ilmaha yar waagii hore dadka qurbaha jooga waxay ka caban jireen sinul muraahiq markuu qofku uu soo gaaro da-da 15, 16, 17 uu soo gaaray ka caban jiray hadda maxaa la yidhi soomaalida waxay odhan jirtay wadaantii isha ka xumaata faylka ka xumaata mise ishay la tagtaabe su-aal ku fiicnahay hadda haddii laga cabanayay sinul muraahiq laga cabanayay shanjirba hadda waxaa la marayaa nin iyo haweenay kii aada dooratee qalbigaaga ku soo dhaca ayaa lagugula shaqaynaya xubaayo marka ilmihii barrul amaan in loo saaro meel diintiisu ay ku badbaadayso yacni la geeyo qur-aankana ambiyadu saasay ilmaha uga fakari jireeno nabiyullaahi ibraahim marka ilaahay subxaanahu watacaala uu ka warramayo wajnubnii wa baniya an nacbuda alasnaam ilaahay oo anigii caruurtayda naga fogee inaanu sanamada caabudno nebi ibraahim waa loo waxyoonayaa oo waa ilaashan yahay oo hoggaan ilaahay buu ku socdaa haddana wuxuu baryayaa isagoo barul amaan jooga in ilaahay subxaanahu watacaala ilmihiisa alla uu u badbaadiyo waxaa waalidka marka looga baahan yahay sababta iyo asbaabta inuu qaato ilmihii baa iga lumay meel kaluu tegey waa inaad asbaabta qaadata ilmahaaga dhulkan qawaaniinta noocaasi ay ku fulayaan inaad kala fogaato waa daruuri maalin dhawood waxaa saddex arrin oo cajiiba dhacay arrini ingiriiska ka dhacdo wiil yaroo shanjir ah baa wuxuu yidhi anigu waxaan fikirayaa inaan ahay curi
بصدق يعني يورتا من كلاش لين كذا كذا اللبكة سيدة دي بقى نفكرها مركوين معلم في يقول لك ما سيدة يقول لك ما معلم في حلوان وعري كوا ما أقانه ما كوا أقانا الله بس سين في بقى دون كجرا الله بيدك بقى كجرا معلم في محكمة بالجي المهن عري بكوش يكتهي إنه مكلالي هاي بكوش يكتهي ما حد ولا رقم ويد قاب كم كلاش ولا رقم ويد حتى قانون وانك وان عطانا انك قانون ك الله هو هيستان مرك إلهي وان يكون دار شيء قف أفريقيا كسوق حي أما عالم إسلامي كسوق حي أو شرع حمايين يا آنو تشرين حدي أو يرى هذا علمه يسي مكلال أم أي بان دورته وإسلام سوى مالي دينت حناقضو أي كب كلداش وقانونيا لو عقاب بل كور ما رنداس قالوا لك لا يدنا أدو الله يبقى هذو حيث من عدانة فويل كيسي وسراكيش ليلي سركال عيدا لو تبري يوي مسدو سيد دمر كيسك صدق مركز أوي وإلمي وريا سكت سوق بلمي أنا دو حائي كنت ما هي وهذا رحت سوشيال ميديا هي وحائي نادي كنت قال هذا قارب في طردي وحائي نادي صهر فريسة سما هيم وهذا عذك لو إيران أضرب لي أبطنا يسجل يا مركز سؤال اللي ويدي وحلي يدي ما حد كون عصنت ما حد كون عصنا يبين أن دمرها صدح سؤاله ده عذك بالويدي مرك سؤال شو قوله حلي يدي هو أنك أكت هاجن الدمر ك خلق دي إلهي وكو أبو ريسيدو دي وأبو رد ما حد كده دوينته I don't know ما قراني سؤال لبعض وحان كوان دمر كان وحي لقوا أي من لقاه اللي يعطيها سؤال شاس نكبة جوابي كروير دينك حتى إساقو النورهان أنك جوابي كرين سؤالها الويديي وحولي قانون دفاعي سنكا اللي يقلنا يا بلشدي قال يا مسلم بو حلالية أقبل وإناد أقبشان بللي والدين توحن حصوصنا في صحيح البخاري عن النبي جينا صلوات الله وسلامه عليه وحكى السجن ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه مثل قلي مجر إلا فطرة الله قل له إسلامي ما الله قل أما أبيه سيهودي كرديجا أما النصراني كرديجا أما مجوسي كرديجا أما الدين لاو كرديجا نبي قلت سالو بحي حولي كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء نفك حولها حصول عايسة وصافية لقوا أن ملك جيس يعني وح إين أولي يشركي سبجر لكن بني آدم كون با صمد إيا إين ويا لصمة قف كيف درادة إيا توصنان تاسو قصر حديث كان مركة هدين لقى هدل الشري وذات والد كمان تقربها تشوغو المها جي سبب حاول نقول إنه ملحد نقضه دين لاو نقضه وكوي ماده أصغر إلهي وحل إله هذا مجره هون نقولن سبب هون نقولن أصله وحى شيق وهذا كشيء كين يترضى بدن أصله آمين سن سبب هون نقولن قال لماذا ماها إن أتقف كأدو الدين تعاد كسرته أقف مسلم وإسلامي ما كل شيء علمه سدين كسر مايو لكن سبب يا أسباب هو نقولن قدرك كل حاجة. حديث إنه تلباني قانون دفاعي إنه ليه. علمه يرى شنشربا إن لغو بلابير. وحمسلمين تا لولك أكون القوة واجبة إن يكسو علمه هذا كلسو هجرة ذا بقوة واجبة. هجرة الروح إلهي درتي وميل وجه هجرة ذا.
وحن لنا هاي في الهجرة فرج في الدنيا والآخرة. هجرة وحقو صغن فيدتان روح عديبت أدوية يمد آخرة ولا غفير. نبي الله إبراهيم مركي إلهي سبحانه وتعالى تلمامي فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. حولي ربي حقي سان أهجروني دين كاجا وراس مالك إلهي سبحانه وتعالى وكوغو ديقي وحاوغو قيمها بدني لدوني إن هذه العشت ميلان دين إلمها دين كيسو أنو كوبد بادينا إن أتكو هاي صو يعني وحوي مسلبت عيلة ذا هاي هي مسؤولية ذا ذهير كأي ليسو ووحى قفر بو المسلم ودريمك. نبي إنه صلوات الله وسلام على إله الحكير واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وحى قرآن كونه تقريرنا يا أقواشا قال يدبتي نبي محمد أي كهيين أي للي هي كهجرود نبي محمد فما بالك وحي أو قول كلي أنا حين فعل يا براتك المهاجي اللي وصمينا يا وحلي نبي أنه صلوات الله والسلام عليه حديث كما معروف كيف في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر بن عاص بن أبي حليه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. انت تنبا اي خصيص مهاجرك وحالي هذا قفك كدهراده وحي اله سبحانه وتعالى وكرم به. رواية احمد وحليه والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. مهاجر كوحل إلى هذا قفك الدنبيدة يقفك يعني كهاجر أيال إلى هذا وحمار لقم مرمان مركا إن يعني مركا أي المهودة دتكاس أي ماشاس أي كلاسو عرنا هذا المقارنة يس بربدي كسمين قربها مركي لو هاجري ما مدين با لو دونت دين ميا لو دونت مس خولي ادويا لو دونت خولا اي ادويا اي دين مركا لس بربر ديغو كيبا قيمه بدل. اتستبدلون الذي هو خير اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير لما لس بربر ديغ كرمه مشان الدنيا باللودون تي كل بهدي الدنيا يعني مركا لودون تي ورزق لورات سدي رزق يدفتا إلهي وبحنا يميل والبوي تعالى خصنديه سنة ويكجر تاي سدي سعودي قال له تعبير تري أنت وين هلا قرر وين تيرر هلا قلص عار وضيع شيء كودتك حمال كا جوارد صار صارن إيه كوا شقي سنة يهتشو جين أنت يررنا سعودي واقي لا هذه شري وهذه شري رك تعبري تعبر بالورنجر شريه يجريه نحكي وحكي كجتي كشرين سومالي كجتي كشرين مركا انت هاس مركا قروح قوس سمايو علمه سي بدبادد يدي ما ما انت لوجش راي وحلق مرمانا ويدنا لوجش ده ينو ولبا اسباب تي مركو قاتو علمه سي كفر يقال لما دي وكله يجرودو إنه إلهي سبحانه وتعالى الله أبري أنبياء صاصة يا حايا أيقو إلى شن أوبت كودي إلى شن يهي بيهدنا الدعوة قدر يجري ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. ربي وحدنا إلي شاه ميت صلاة أوجة أنا إيا ذرية ديدي أولاد ديدي بها إله دعاءنا نجا أقبل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أيغو أسبابتي قاطي أيي هدنا المهودي أدعينيان المهودي أدعينيان والدك وحن مركب خلاصة يقنت يقب قبدا سيان إن شاء الله تعالى ذاتك قار كود بانو مرينة وراقمي يساقر قولين الشيخ أبو علي خلاصة يقب قبدا يقنت وحن قنسا كو وروا أرقنا عالمك كفرقة يعني مركب أي كنو ليهين ذاتك ينقق حين ماشاء أمر يجب جبدي سي جنتي سي إن أمريه جب جبدي سي أمره وحررنا إن حرية اللوشة جاي أيتها إن إلهي سبحانه وتعالى اللي جحروه وحررنا إن حرية دي وش أي كل شيء جاي إن إلهي اللي جحروه دين تلو ولد قلبي إن قانون الله صمينا إن حماية الله صمينا يوم إلالنا يوم إن دتك اللي هو خصب يوم اللي بسنك اللي جيرنا يوم إن تمرك وحاسي كل هو إيمان وقوم ماذا وصي شلي تداسي آني كوغو إيمان ما أنت فرصة بعض هاي ستاي فرصة دا كفا إيدي سو إلمها قصيد ماشي آت كل بدبادي لهيد رزق إلهي باقوري دين تو دا إيمان كو دا آت كو بدبادي لهيد قف قصدو مسلمة طلا دا سألو قدبون إن شاء الله تعالى موضوعة إنا حاسبان كسو قابنا يا اللو حمو يدي سننا سبحانه وتعالى إنو توفيق دا نوافجيه خلاصة وحبذا من كبد بودي لكن وقتها أغدى راضي بأن شاء الله تعالى سوكو بيا وتساكم الله بخير.